مشاهدينا الكرام، معانا الاول على الدفعه 52 من الكليه العسكريه التكنولوجيه. اهلا بيك والف مبروك. الله يبارك فيك. اتعرف عليك. ملازم تحت الاختبار ابو نوب رفعت ملاك. الف مبروك يا ابو نوب. الله يبارك فيك. قول ايه لاسرتك النهارده وانت بتتكرم من السيد الرئيس وبتطلع الاول على دفعتك؟ طبعا دي حاجه فخر واعتز بيها طول حياتي ان انا اتكرم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هم كانوا سندي وظهري في كل حاجه، كل التحديات اللي ظهرت في حياتي هم دايما واقفين في ظهري وعمرهم ما تخلوا عني. مبروك، عامل ازاي النهارده وابنك بيتكرم النهارده من السيد الرئيس وبيطلع الاول على دفعته؟ صراحه فرحه حلوه خالص وكبيره، لان اصلا هو كان حلمه ورغبته من الطفوله ان هو يلتحق باحدى الكليات العسكريه. النهارده اعظم واكبر فرحه انه كمان هو الاول على الكليه بتاعته وبيتكرم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسنا المحبوب. صراحه تعرف عليك رفعت ملك شحاته، والد الملازم تحت الاختبار ابو نوب رفعت ملك. استاذ رفعت مبروك لابو نوب. مبارك فيك. فرحانين جدا والله بابو نوب. تقول له ايه النهارده؟ بقول له الف الف مبروك وربنا يوفقك ودايما في التفوق على طول ومتقدم وحلو وربنا يساعدك.